تؤكد البحرين خلال تعاملها مع تحدي فيروس كورونا على العديد من الأبعاد الإنسانية، وذلك من خلال عدد من المؤشرات في ملف العمالة الوافدة، ومن بينها توزيع وجبات إفطار يومية. تتابع محافظة العاصمة وبالتعاون مع مديرية الشرطة عملية توزيع الوجبات على أفراد العمالة الوافدة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الكريم، حيث تتضمن آلية التوزيع المعمول بها نقاطا متحركة بالسيارات، فيما يزيد عدد الوجبات التي يتم توزيعها يوميا بمحافظة العاصمة عن 25 ألف وجبة. تقوم محافظة العاصمة بتوزيع وجبات إفطار صائم بشكل يومي، وفي عدة مناطق ضمن نطاق محافظة العاصمة، وبالتعاون مع شرطة محافظة العاصمة وبتعاون من الجمعيات والعديد من المتطوعين، وذلك ضمن مشروع فينا خير برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وكل هاي النجاح كله بتعاون الجميع. في مديرية شرطة محافظة العاصمة نقوم بالتنسيق مع المحافظة لتوزيع الوجبات على الصائمين في عموم المحافظة، ذلك ضمن حملة فينا خير، ونوزع حوالي 25 ألف وجبة يوميا في عموم المحافظة. طبعا نقوم بالتنسيق مع الجمعيات والمتطوعين بشكل يومي، لكن أغلب الجمعيات والمتطوعين والجمهور متعاونين بشكل كبير معنا لنجاح الحملة. وتتم عملية التوزيع بمشاركة عدد من المتطوعين والذين يساهمون بدور مهم في عملية التنظيم ضمن شراكة مجتمعية فاعلة. متواجدون بشكل مستمر لمساندة رجال خدمة المجتمع لتوزيع الإفطار الذي نعمل من تغليفه وحتى توزيعه، ويتم اتخاذ إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، ونحن كجالية فرحين بالمساعدة ومستعدون للتطوع دائما. تبقى هذه المبادرة محل اعتزاز وتقدير، وتعكس بعدا إنسانيا مهما في تعامل مملكة البحرين مع أزمة كورونا، والحرص على إطلاق مبادرات ذات طابع اجتماعي وإنساني، تؤكد أن حقوق الإنسان في البحرين إرث حضاري وواقع عملي مشهود.